فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح عديدة جدا، فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم فور نزولها. تمام كده؟ طيب خلينا نتعرف على منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة أسبانيا. تمام كده؟ طيب وأول لما تسمع دولة أسبانيا يعني أنت بتتكلم كده عن الاتحاد الأوروبي ودولة من أحسن الدول أيضا. تمام؟ طيب زي ما احنا قلنا الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي اسبانيا، الجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي IE University. تمام؟ ودي جامعة من الجامعات القوية جدا حول العالم والمعروفة في اسبانيا وبيدرس فيها عدد طلاب كبير جدا من مختلف العالم. تمام؟ طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. تمام؟ بالنسبة للمرحلة الدراسية، المرحلة الدراسية الموجهة للمنحة دي هي درجة البكالوريوس أو الدبلوم. تمام؟ يعني إيه؟ يعني لو أنت حضرتك عايز تدرس بكالوريوس، يعني أنت مخلص ثانوية عامة مثلا أو في آخر سنة من الثانوية العامة وعايز تدرس بكالوريوس متاح، إنما دراسة درجة الماجستير أو الدكتوراه غير متاح في هذه المنحة. وطبعا في ناس كتيرة بتكلمنا دايما فين منح البكالوريوس؟ أهي يا جماعة دي منحة للبكالوريوس، اللي حابب يقدم ليها منحة ممتازة جدا. وكمان متاح للدبلوم لو انت خريج دبلوم مؤهل عالي مثلا او معهد عالي بتقدر تقدم عادي مفيش مشكله. تمام؟ طيب التمويل الموجه في المنحه دي هو رسوم الدراسه كامله بالمجان، انت 100% تيوشن ويفر. تمام؟ هتاخدها مفيش اي رسوم دراسيه. كمان بالاضافه راتب شهري كبير يكفيك للمعيشه. هم ما وضحوش الراتب الشهري كام، ولكن قالوا الراتب الشهري ده هيكون يعني كويس جدا وهيكفي للمعيشه في اسبانيا. كمان هيكون عندك الاكوموديشن او السكن الجامعي هيكون متاح برضو مجانا. كمان ما تنساش ان الدراسة في اسبانيا هتسمح ليك بدخول دول الشنغن الاخرى زي المانيا وايطاليا وغيره بدون تأشيرة. يعني انت طالما هتبقى طالب في اسبانيا يعني انت معاك اقامة اوروبية تقدر تدخل بها المانيا في اي وقت، تقدر تدخل بها ايطاليا في اي وقت، النمسا وغيره من الدول، وده بيخليك تتجول بحرية في كل دول اوروبا، ودي من ضمن المميزات القوية جدا للدراسة في احد الدول الاوروبية. تمام؟ طيب كمان هنا هتلاقوا عندنا رابط جروبنا على الواتساب ورابط جروبنا على التليجرام، ياريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسية. بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي عندنا تخصصات عديدة جدا، عندك بقى بكالوريوس ادارة اعمال، عندك سياسة وقانون واقتصاد، ادارة نظم معلومات. تمام؟ هتلاقي عندك تخصصات علمية وادبية كتير جدا. تمام؟ عندنا تقريبا زي 28 او 30 تخصص. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي هي أوراق بسيطة مش معقدة. تمام؟ أول حاجة مطلوب السي في بتاعك، السيرة الذاتية بتاعتك تعملها بشكل احترافي، ويفضل لو تعمل سيرة ذاتية على الطريقة الأوروبية. تمام؟ طيب كمان مطلوب صورة جواز السفر بتاعتك ترفقها، صورة شخصية ليك ترفقها، آخر مؤهل دراسي حصلت عليه، ولو أنت في آخر سنة من المؤهل الحالي بتجيب شهادة السنة اللي قبلها. تمام؟ لو أنت اتخرجت خلاص بترفق شهادة التخرج مباشرة. كمان مطلوب منك زي السي او موتيفيشن ليتر كده بتعمله نواياك من الدراسه في اسبانيا وناوي تعمل ايه بعد التخرج وما الى ذلك. كمان مطلوب زي ريكومنديشن ليتر خطاب توصيه ده برضو بترفقه. تمام كده؟ طيب هنا عندنا تنويه ان المنحه دي ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، سنك صغير سنك كبير بتقدر تقدم على المنحه بنجاح. كمان المنحه دي بتقبل اعداد كبيره من مختلف الدول. وكمان يمكنك التقديم على المنحة إذا مش معاك شهادة اللغة الإنجليزية حتى الآن. تمام؟ يعني في الأبليكيشن بتاع التقديم اللي هنشوفه بعد شوية خانة شهادة اللغة الإنجليزية موجودة ولكن مش إلزامية، لو معاك الشهادة بترفقها، لو مش معاك خلاص عادي جدا بتتخطى هذه الخطوة. طيب كمان يمكنك التقديم زي ما احنا قلنا إذا أنت خريج أو في آخر سنة من المؤهل الحالي. طيب بالنسبة لكيفية التقديم في المنحة دي، التقديم في المنحة دي بتتم من الابليكيشن منحة اونلاين، ما بترسلش أي ورق أو حاجة للجامعة، بس هو ابليكيشن بترفق فيه أوراقك وبتعبي فيه كل البيانات. تمام؟ طيب آخر ميعاد للتقديم في المنحة دي وركز معايا عشان الميعاد الانتهاء قريب هو 15 يوليو 2021، ده آخر ميعاد للتقديم في المنحة، يعني بالظبط فاضل تقريبا 15 يوم والمنحة دي تنتهي. تمام؟ طيب
عندنا هنا ملاحظات كمان ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم على المنحه دي من خلالنا متاح، كمان خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي، وكمان خدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، وكمان رابط خدماتنا بتلاقيه هنا. تمام كده. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه. تيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي دي هيفتح معاك ملف كده بي دي اف فيه كل التفاصيل الخاصه بالمنحه. فهنا بيكلمك على السكولرشيبس المتاحه في جامعه الاي اي يونيفرسيتي. تمام، احنا مهتمين بالسكولرشيب دي يا جماعه اللي هي النوع ده اللي هو الاي اي بيرنتس دي. تمام، اللي هو يانج تالنتد، فهو ده النوع اللي احنا مهتمين بيه. بيقول لك انها متاحه للجميع، متاحه لدرجه البكالوريوس، هيتم توفير 100% من الرسوم الدراسيه زائد كمان مصاريف كتب، مصاريف معيشه، اكوموديشن، كل ده هيتم توفيره ليك. تمام. طيب ده بالنسبه للاعلان الرسمي للمنحه. خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف ازاي ممكن نقدم في المنحه دي. هتيجي هتضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك الابلكيشن الخاص بالتقديم. تمام، يبقى احنا شفنا الاعلان الرسمي. نروح دلوقتي لكيفيه التقديم في المنحه، وهيفتح معانا الموقع الرسمي للجامعه. تمام، اللي هو جزء الريجستريشن نفسه، جزء التسجيل لعمل اكونت في المنحه. تمام. طيب خليني اقول لك، انت كمستخدم جديد ما عندكش اكونت خالص على الموقع بتاع الجامعه او المنحه، يبقى انت لازم تعمل الاول اكونت. تمام، فانت عشان تعمل اكونت هتروح لجزء ساين اب وذ يور ايميل دي وتضغط عليه. تمام، عشان تسجل اكونت جديد، وهنا بتحط الايميل بتاعك وبعدين بتضغط على كلمه ريجستر، ويبقى انت كده عملت اكونت على موقع المنحه. وبعد لما بتضغط على كلمه ريجستر بيطلع لك خانه ثانيه تكتب فيها اسمك، تكتب فيها الباسورد اللي انت عايز تسجله، تحط كل هذه الاشياء. تمام، بعد بقى لما بتخلص الريجستريشن دي بتروح لجزء اللوجن. تمام، اللي هو تسجيل الدخول. طيب بعد لما بتعمل لوجن للابلكيشن اللي هو ساين ان، بعد خلاص عملت ساين اب، تمام، بتروح للساين ان اللي هو تسجيل الدخول للابلكيشن بقى. طيب سجلت انت دخول للابلكيشن، الابلكيشن هيفتح معاك ازاي؟ هيفتح معاك بهذا الشكل. طيب اول حاجه هنا ده جزء اختيار البرامج الدراسيه اللي انت عايز تقدم عليها. تمام، او البرنامج الدراسي اللي عايز تقدم عليه. فهنا بيعمل لك فلتره كده تقدر تختار التخصص اللي انت عايزه، ولكن هنا جايب لك كل التخصصات المتاحه في درجه البكالوريوس. على سبيل المثال اجريكالتشر ستاديز، يعني ممكن تختار قسم الزراعه، بتشوف التخصص اللي انت مهتم بيه وبتضغط عليه. تمام. طيب انا بالفعل كنت اخترت التخصص، فانا هدخل للتخصص ده مباشره، يعني لسه مش هختار من جديد، انا اخترت خلاص، واروح عند موديفاي ابلكيشن. انا عايز اعدل في الابلكيشن اللي انا كنت بدات فيه عشان اشرح لكم من خلاله. تمام، فهيفتح معايا صفحه التعديل، وانت نفس النظام لما يفتح معاك الابلكيشن هتختار التخصص، وتبدا انك بعد كده بعد اختيار التخصص تدخل للابلكيشن مباشره على طول بدون اي شيء، زي ما انا عملت كده في الخطوه دي، هيطلع لك ستارت ابلكيشن. تمام. طيب ده الابلكيشن. تمام، هيفتح معانا بهذا الشكل، وبيقول لك هو متقسم الابلكيشن هنا متقسم لكذا خطوه، اللي هو انت بتملى في جزء الابلكيشن هنا، في حاجه اسمها الانالايزس ابلكيشن، تحليل الابلكيشن من قبل الجامعه، وفي حاجه اسمها انترفيو، بيتعمل انترفيو برضو في هذه المنحه. تمام، فالابلكيشن بيكون متقسم لكذا خانه، وانت بتبدا مع الخانه الاولى اللي هي فيها جزء الابلكيشن ده، وبتبدا انك تحط كل خطواتك فيها. تمام. طيب فهنا بيقول لك جزء الابلكيشن ده اللي انت بتحط فيها كل الخطوات بتاعتك، انا مكمل منه 32%، فلسه لازم اكمل الباقي. هنا الجزء الاولاني، هنا ده البيرسونال انفورميشن، طبعا انا مش هدخل على كل خانه لان الموضوع بسيط. هنا البيرسونال انفورميشن دي هي معلوماتك الشخصيه. تمام، المعلومات اللي انت بقى بتكتبها، تاريخ ميلادك، جنسيتك، الدوله اللي انت مقيم فيها، في الجزء ده كله بتكتب معلوماتك الشخصيه. تمام. طيب بعد كده بتخش على الايديوكيشن. الايديوكيشن دي هي الخلفيه التعليميه بتاعتك. تمام، سواء المؤهل الحالي او المؤهل السابق اللي انت خلصته، فبتخش عليها برضو، بتحط بياناتك، انت بتدرس مدرسه ايه او خلصت مدرسه ايه، كل التفاصيل، خدت مثلا درجه علميه سابقه من جامعه، كل التفاصيل دي بتحطها. بعد كده بتحط هنا السي في، بتعمل اتاتش للسي في هنا. تمام، تعمل ارفاق ليه. بعد كده دي بتتكلم فيها عن نفسك، مور اباوت يو، بتحط فيها مثلا عن هواياتك، الجزء ده بيسالك فيه عن اشياء خاصه بيك. وبعد كده الفاميلي ديتيلز اللي هي بيانات العائله، بتحط بيانات عائلتك، كم عدد افراد الاسره، اسم امك، اسم ابوك، كل التفاصيل دي بتحطها. تمام، وهنا الجزء ده بالنسبه للانترنشيب او الفولنترين، لو انت اتطوعت مثلا، عملت تدريب قبل كده، شاركت في مؤتمر، عملت اي حاجه من النشاطات الاضافيه اللي بجانب الدراسه، تقدر تضيفها في هذه الخانه. تمام،
وهنا بيقول لك ريكومنديشن ليتر، تمام، تقدر تضيف خطابات توصيه هنا 1 2 3، مش يعني محددين مينيمم ولا ماكسيمم، تمام، على حسب العدد اللي عندك بتحطه. وهنا اكسبريس يور سيلف دي زي الموتيفيشن ليتر كده، تمام، بيقول لك يعني ايه شو اس يور واي اوف ثينكينج، بتتكلم عن نفسك، ايه طموحاتك اللي عايز تنضم للجامعه دي، ايه طموحاتك المستقبليه بعد التخرج من الجامعه، كل ده بتكتبه هنا، تمام. وهنا بيقول لك اذر دوكيومنتس دي وثائق اضافيه، لو انت بقى يعني مثلا ايه عندك شهادات تطوع، شهادات كورسات، كل الشهادات دي بتضيفها هنا. وهنا بتحط صوره الباسبور بتاعك او الاي دي، تمام. هنا الادميشن تيست، الادميشن تيست دي يا جماعه انا هوريك الادميشن تيست دي بيكون ازاي. الادميشن تيست دي هي عباره، لو انت معاك مثلا السات، مثلا اي شهادات من اللي هي شهادات الخاصه بالامتحانات القدرات، تمام. لو انت مش معاك خلاص بتسيب الجزء ده فاضي وبتعلم هنا على I will take IE University Admission Test، تمام، ان انت عايز تاخد الادميشن تيست بتاع الجامعه، ان هو بيبقى فيه اختبار كده بسيط، تمام كده. وبعدين بتضغط على كلمه continue. طيب عملت انت الجزء ده خلاص، بتروح بعد كده للجزء اللي بعده، تمام. في الجزء اللي بعده اللي هو بورتفوليو، اللي هو لو انت بقى مثلا ايه عندك مثلا لينك على موقع لينكد ان، عندك اللي هي ايه حاجات كده على مواقع مثلا نشرها او كده، بتقدر تضيفها هنا. كلها دي حاجات بتكون اضافيه. طيب وهنا الدبلومه بتاعتك او الترانسكريبت بتضيفه هنا، تمام، بتضيف كشف الدرجات بتاعك او شهاده القيد من المدرسه مثلا وانت في اخر سنه، وتجيب شهاده السنه اللي قبلها كمان. وهنا اللانجويجز، لو معاك اي شهاده لغات سواء بتعرف انجليزي فرنسي اي شهاده من شهادات اللغات، لو معاك بتضيفها، لو مش معاك خلاص بتسيب الجزء ده فاضي، تمام. طيب انت كده تعتبر مليت الابلكيشن. بعد لما بتملى الابلكيشن بتاعك ركز معايا، عشان في حاجه اسمها بيز ادميشن في، ادميشن في دي اللي هي رسوم ابلكيشن، تمام. وليه الجامعات بتطلب رسوم ابلكيشن؟ عشان تراجع الطلب بتاعك وضمان الجديه. وانا قلت دايما الجامعه لما بيكون فيها رسوم ابلكيشن ده بيكون كويس، ليه؟ لان التنافس بيكون اقل وفرصتك في الحصول على المنحه بتكون اكبر، تمام. فده بيأهلك اكتر انك، او بيساعدك اكتر وبيديك الحافز انك تقدم على المنحه دي. فالبيز ادميشن في هنا، الادميشن في يا جماعه بيختلف من التخصص لاخر، يعني مثلا ممكن تختار تخصص اداره اعمال يطلع الادميشن فيه بتاعه 50 يورو مثلا، تختار تخصص تاني يطلع الادميشن فيه 100 يورو، المينيمم من 50 يورو ل 120 يورو ده الادميشن فيه بتدفعهم عشان الابلكيشن بتاعك يتقيم، تمام كده. طيب فكده يعتبر شرحنا كده كيفيه التقديم في المنحه، كل شيء وضحناه. صراحه المنحه يعني ممتازه جدا. وعلى فكرة انت لما بتقدم في الجامعة هنا الطلب بتاعك بيتحول اوتوماتيك على طول، لو تم قبولك في الجامعة بتحول للمنحة على طول مباشرة، وبتكون مؤهل للمنحة، يعني مفيش ابليكيشن منحة منفصل، تمام كده. طيب فكده نكون شرحنا كل تفاصيل المنحة، منحة ممولة بالكامل، اخر ميعاد 15 يوليو 2021. وكمان ما تنسوش خدماتنا الاحترافية اللي احنا بنقدمها، وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.